العيد السنة دي مختلف، العيد السنة دي كشف لنا وعرفنا على أسرة قبطية في محافظة الفيوم. هذه الأسرة بتعمل كحك العيد علشان تشارك جيرانهم الفرحة ببهجة عيد الفطر المبارك. خلينا نتعرف مع بعض على الأسرة الجميلة دي، مين هم وليه قرروا أنهم يعملوا المبادرة دي من 30 سنة ولغاية دلوقتي. معكم الشيف سعيد الحلواني، شروطة سعيد إسحاق. عادات وتقاليد ارتبطت بعيد الفطر المبارك، الكحك والبسكويت والتي باتت صناعتها من الطقوس المرتبطة بالاحتفال بعيد الفطر. وهنا في محافظة الفيوم توارثت أسرة سعيد إسحاق الحلواني مهنة تصنيع كحك العيد منذ أكثر من 30 سنة، يقبل عليهم الكثير كل عام للشراء منهم. كحك وبسكوت والله واخده من والدي، لأن أصلاً والدي كان حلواني وورثت الموضوع ده منه واستمرت فيه. يعني أنا بتمتع في رمضان في الكحك وبسكوت، لأن الكحك وبسكوت في رمضان بحس بمتعة، لأن طبعاً إخواتنا المسلمين لما بيخش عليا في المعمل بحس باستمتاع كبير قوي. وأحلى حاجة الموسم بتاعنا مع الموسم رمضان جايين مع بعض، والصيام مع بعض برضو، دي حاجة جميلة، حاجة من عند الله يعني. وأنا بستمتع برمضان، لأن طبعاً أنا ليا زبون من زمان بحب أعمل له حاجاته في العيد، لأن طبعاً رمضان عامة بهجة وسرور وخير كبير. والحمد لله يعني ليا زبون من 20 سنة بيستمر معايا كل سنة، متعود يعمل الكحك وبسكوت معايا. الأسرة واخدة الطبع من أبويا، لأن أصلاً والدنا كان حلواني أصلاً، وهو علمنا على الصنعة من زمان من 20 سنة وبنستمر فيها لحد الآن، لأن هي شغلنا أصلاً متعة جميلة بتعرفنا على زباين كويسة. جميع أنواع حلوى العيد حسب رغبة الزبائن، مثل كحك سادة أو بملبن، غريبة، البسكويت وحلويات أخرى، أجادوا صناعتها بهدف نشر الفرحة بقدوم العيد في مختلف البيوت وبين الأسر المصرية كافة. بالنسبة للكحك بقى، فيه هنا كحك بنعمله كحشو عن جمل، وكحك بالملبن، وكحك بالسمسم، على حسب الزبون ما عايز. يعني يحشي يا أستاذ سعيد كحك بملبن، نحشي بالعن جمل، ماشي بسادة، ماشي، على حسب رغبة الزبون. هو عمل لي كحك البنات كلها وبسكوت بيجي عندنا البلد وبيعمل لنا. طبعا جوزت البنات هو اللي عمل لهم كلهم، ويعني كحكه وحاجته نظيفه وكويسه حلوه قوي. باخد كحك وبسكوت وغريبه وبدفور وقرص. هنا للكحك مذاق جميل يصنعه العمال بحب وشغف كبير، يقدمونه للمواطنين الذين ياتوا من كل مكان للاستمتاع بعيد الفطر المبارك وبحلاوه كحك العيد. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.